سعه النفس ترتبط بالظرفيه بالاستيعاب سعه الافق ترتبط بالرؤيه الرؤيه اكو بعض الافراد افقهم ضيق الافق الضيق تحدد ابعاده المالوف على قول ذلك الشاعر ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت، أفق ضيق، واحد يعيش في بيئة معينة، نمط هذه البيئة يحدد فكره، إحنا عندنا سجن من الخارج واحد يسجن فيه، وعندنا سجن من الداخل هذا اسوا من الاول لان السجن الخارجي ربما تفتح ابواب السجون ويخرج فقط هذا السجن الذي فرضه على داخله لعله من الصعب ان يخرج منه مو كلامي في الاشياء الثابته مو كلامي في القيم الثابته الكلام في التطبيقات إحنا ولدنا في هذه الأرض يجب أن نعيش في هذه الأرض الدين يرفض هذا المنطق أنت عشت في منطقة ثم جارت علي تلك المنطقة عليك تلك المنطقة لا إحنا عشنا هنا أفق هاي المنطقة كأنه واحي منزل أن يعيش في هاي المنطقة الله خالق هاي البقعه الجغرافيه فقط، فقط هذه ارض الله، ذيك مو ارض الله. جاء رجل للامام روايه لطيفه راجعوها. قال له انا اروح الى بلاد الكفر وجماعتي يحذروني، شلون تروح الى بلاد الكفر؟ اذا مت هنالك ماذا يكون حالك؟ فقال الامام صلوات الله عليه إن مت هناك، قال ماذا تصنع؟ مضمون الرواية، قال أبلغ أمركم كذا سبعدين بعدين راجعوا الرواية، أنا قديم مار على هذه الرواية، قال الإمام إن مت حشرت أمة وحدك، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما كنا حاكم ظالم تسلط علينا وما ما قد قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا طلعوا كلامي ان الاب كان يعيش في منطقه معينه ان الاباء والاجداد كانوا يعيشون في منطقه معينه هذه البقعة الجغرافية لا تحدد إطار الفكر واحد تفكيره يكون بسعه العالم اغلب الافراد شغل ما عندهم هذا ملاحظين لو لا اغلب الافراد دور ما عندهم ليش دور ما عندهم لان افقه ضيق يعيش في هذه المنطقه خو هذه المنطقه ما فيها افق الشيء الذي يجب أن يقوم به أنه يقوم بعمل متواضع لأن أكثر من هذا ما يمكن أما إذا واحد أفق أفق كبير يروح إلى منطقة ثانية يعمل عمل ثاني يفتح خطا جديدا الذين فتحوا الخطوط منه كانوا كانوا أفراد لهم أفق واسع، يعني ما كان يفكر في حدود المكان والزمان اللي كان يحيط به. إحنا المشكلة الكبيرة التي توجد عند بعضنا أنه أفق واسع ما عنده،